الدريات اللي كتقولوا لي اعطينا الدرس ديال الدغميره. الدغميره هانتم شوف لاصو شحال ما كاينش بزاف، حيت الدجاج ونقص من هاد لاصوص زدتو على طنجرات اخرين. احنا بالنسبه للبصله عندي 100 طير ديال الدجاج، انا خدمت تقريبا بشي 12 كيلو ديال البصله. 12 كيلو ما فتح البصله راه دايره كرونه، البصله راه دايره كرون صافي. أرى الفنان لك المغرف هنا ها صافي. شوفوا كنلبسها بهاد لاصوص اللي كاين بحالكم، وكنغطيها ونخليها تطيح. الا ما تغطاتش ما كطيحش، كتعصلج بحال كنقولوا حنا، كيطرش البرد وكتزرعو هنا صافي. ها نسرحها بحال هكايا في القاع ديال الطنجره. الا درتوا لها لاصوص كثير كتبقى تلعب اجا ما يشربها، هي خصها غير واحد شويه، هي غتطلق داك الماء ديالها. كنبقى نشرف فيها مع التحراك مع التحراك حتى نحسبها بحال غادا تلصق، ما نخليش القاع ديالها يشيب، ولكن بحال غادا تلصق مع التحراك المستمر بحال هكايا. يلاه يلاه ملي كتوكح من ديك القطره ديال الماء كنضيف لها الزيت. انا الزيت الزيتون راه درته دابا في النصيب ديال الدجاج، ولكن ملي غادي تطيح هاد البصله وتشرب كنضيف ليها الزيت النباتي بحال كتقلى فيه، تما فين كتولي عاطيه اللون ديال التعليكه ديال التمر، كتولي اللون ديالها مارو بحال التمر. هذيك هي البصله. عيب البصله تحط فيها هكا فوق الدجاج ولا تبقى جاريه وتبالك، وخا تضربها بالهاشوار الا ما عرفتوش لها البارتيه او الطريقه ديالتها ما تجيكمش الدغميره. وما تبقى من لاصوص الثاني كنشربوا في طنجره بوحدو. هنا ان شاء الله باش غادي نردوا السفه الزيتون حنايا غادي نطلعوا فيه الغليه. هذا راه مسوس محلوش صافي، هادشي اللي كاين. السفه اليوم بلات غتسولوني انا ما داير جوهره، راه ما داير لك لا اشاره لا والو. صدقتي ليا غادي غادي نقول لك راك دياموندا، ما صدقتيش ليا غنضربك طر. الوطني نقول لبنياتي وليداتي ما تقربوش للجوهره. المهم انا غنخدم بها، انا اول مره هاد الماركه. شوفوا جوهره كي دايره ها انتم، المهمتي بحال المسامر هادو، بحال المسامر ديال الميسان. الله يستر الميسان هو داك المحمل اللي كيهزوا به الموتى. اخويا فينا هو العريس؟ هنا كيف ما كتشاهدوا دابا السفه هانتوما ان شاء الله كتبان لي رقيقه زوينه. العريس بارك ما دير، الله يجعل كل شيء بارك مسعود، الله يكمل، الله ييسر لك اوليدي وتهلا. الجواج كيبغي الصبر ويبغي التباته والرزانه، ولا طلع واحد يهود واحد تتقود السفينه. والبنيات الناس راه بحال شي نبته الا ديتيها من واحد الحوض وغرستيها بواحد الحوض كيبغوا العنايه وبغوا حتى يولفوا ويولدوا وليداتهم. الله يكملك بعقلك، تبارك الله راك شارب بلونك وجاي. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، تابعونا ان شاء الله. هنا دابا باش غادي نشوف البصله هنا يلا غادي نحركها من بعد ما غطيتها. شوف هنا البصله هي كتطلق الماء ديالها. شوف صافي دابا غنحيد عليها الغطاء ونخليها توكح. الى عندكم الوقت خلوها فوق الفاخر ومره مره قلبوها، ما عندكمش الوقت الفورنو. هنا بالنسبه للسفه دائما كنغطيها نخليها ثلث ساعه، ديما كنقول لكم ثلث ساعه. هذا الشيء اللي كاين وتابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه لهاد السفه زياره، هاد السفه جوهره راه غليظه شويه هاتوما، هادي غليظه خاصه نعيمه على الحليب والبزار. الحليب والبزار يعني ما هادي ما خدامش للسفه من غير الكرم ودار والاتقان كاين والو. كرم لالهم، الكرم هي لالهم رقيقه. شوفوا هادي ها شو قداش هادي راه قد السبيب ديال الشطابه اللي كنشطبوا بها الارض، وكتهز حتى الوقت يعني غتفوت لينا 3 دقائق. قال الفنان خاصها الحليب. وحنا بالنسبه للصوص الاخر حطيتو يشرب شويه الفنان. واو واو الفنان ديما ملي نبدا داوي معاكم هي المواعين كتبقى قرب قرق اللعب. انت كي كديري في الدار عندك الصقعه هنا بالنسبه للبصله هيا صافي طلقات العقيق ديالها شربت. دابا هنا ان شاء الله باش غادي نعطيها الزيت تقريبا واحد نص سيترو ديال الزيت على حسب الكميه
ملي كيكون عندنا العرس كبار راه كنخدموا حتى بيطروا لاروب ماشي مشكل، ولكن راه على حساب ثاني كاين زيت العود. انا مثلا هادي درت ايطرو ديال زيت الزيتون وشي نسيطرو بحال نسيطرو ويطرو ايترونس ايترونس في 100 ديال الدجاج، 100 طير ديال الدجاج صافي. كنخليها هنايا كتقلى مزيان على خاطرها حتى كتسالي. هنا بالنسبه حلط مطيشه ديال الحريره، ها هي يا سيره كطيب. كان لا كله لا مطيشه ما عرفت. هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا حنا قلبناها، كي قلت لكم راه غليظه هذه خاصها الفنان. صيفطوا لنا شويه الحليب ياك جابوا لك اللبن خلطيه مع اللبن. شوفوا كي كتجي هذه كتجي غليظه، هاد جوهره 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 عندنا كانت بكري لا لا تنسى لا غابت تسنى ولا حضرت الدنا. هذه خاصها الحليب ومطي الحليب والبزار، هذه خاصها الحليب والبزار فقط لا غير. هذه غليظه ولا ديروها بالشعريه بمطيشه ولا دوروا بها الحريره من غير الكذوب. لطيف اش كديري خيت؟ ندير السفره. شحال درتي وليها من فوره؟ وحده. علاش؟ ايوا وحنا موالفين كنفوروا ربع نوبات خمسه سته. انا حنا مع عزيز غنديروا لها السته. ومال عزيز موجه يحمر له وجه. مهلا وبكري كنا نفوروا خيتي نقدوا عليها مرمده. داكشي راه بكري. ودرك؟ بكري. اكسبريس. هذه اسهل طريقه. اسهل طريقه. اسهل طريقه. على مثلا حنا عندنا جوج كرتونات 20 كيلو ولا عندنا ثلاثه 30 كيلو ولا بحال ديك النوبه خدمنا في الزاويه خمسه الكرتونات 50 كيلو شحال قدنا نفوروا؟ وليت كنفور لا درت جوج برم وليت كنفور جوج كرتونات 20 كيلو في دقه واحده. تسعود البانيوات و 12 تسعود البانيوات وحيت ما ديتش الماتريال ديالي. جابوا لنا الطناجر ديال النحاس والبانيوات من عندهم تسعود اللي كنفرق فيهم. طيبت جوج نوبات 20 وبقات لي ماركه وحده بدل عليهم طيبتها وحدها. فيا ما ندير خمسة مثلا 25 25 انا كملت 50 كيلو. هذيك بدله درت لها درت ليها خمسه باش ما تعجش. صافي هانتوما حنا فرقنا كرتونه على اربعه المعاناه. شنو الدور ديالها علاش كنفرق؟ الزبده راه ما كاين لا حيوانيه لا والو. الزبده الحيوانيه ديال طلبقر هي اللي بلديه. انا كندير عاد ديال البواطا ما كاين لا سونترا لا والو. سونترا راه دايره الكرون كتجي بنينه. الزبده بحال سانترا بحال ديال البواطا كلشي كيف كيف من غير ديال البقره اللي محلوبه ومن مريبه ومن خوده ومجبوده من الشكوى. هذيك هي الزبده البلديه اللي كنا نديرو بكري. اما دوك كلشي مصطنعه. شوفوا والله الا صرعناها واخا غليظه المهم تفرعات ياك لطيف. صافي ما معجنه ما والو. شوفوا كيف فاركه. هي ملي كتكون معجنه كتلصق ولكن ملي كتكون فاركه شوف مع التبراد المستمر تقلاب المستمر صافي كتبرد. صافي هنا صافي خلي ما هنا. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا البصله صافي وجدات. ها هي طلقات يدامها البصله كتوجد. هنا داك لاصوص اللي قلت لكم كنشرب دابا باش غادي ندير فيه هاد القناصي. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي انا قلبت فيه هاد القناصي كيتشربوا. ملي غادي نتشربوا هاد القناصي شويه غادي نضيف عليهم هاد البصله وكنخليهم فوق الفاخر حتى كترغي حتى كتطلق الدغميره الادام ديالها. لان القناصي راه ما طيبين انا ما كنديرهمش خضرين ابدا كيخلوا الزفوريه. واخا ديروا لهم كيلو من الحاجه ديال العطريه كيبقاو مزفرين. بالنسبه ملي كنطلقهم نطلع فيهم ديك الغاليه ونصفيهم ونغسلهم ونقطعهم دابا مزيانين صافي غادي نخليهم هنا حتى يشربوا. هنا البرقوق ياك الفنان. ها هو البرقوق ديما غطوا البرقوق باش يتنفخ ويطيب. هنا بالنسبه للحم ها هو طاب صافي حيدته حتى هويا حتى الوقت الحضان. هنا دابا بعد ما سالينا كويس ديالتين عقلوا عليه لان كنت مجايين فطور ما كنعقلوش عليه ولكن دابا غنشربوا كويس ديالتين ولا لا لطيفه ولا لا الفنان ومرحبا بكم. وهنا الله يفتح لكم بيبان الرزق ويفتح لكم بيبان الخير ويرزقكم التيسير والقبول كلكم بدون استثناء. وهذا هو حال الطباخ وحال بكم العامل. هذه خدمتي هذا هو رزقي هذا هو رزق بنياتي هذا هو رزق عيالاتي باش حنا معيشين وليداتنا معيشين بنياتنا
والله يحفظكم والله يجعل هذا الشهر المبارك سعيد يكون علينا وعليكم الصحة والسلامة والرزق لهنا ولهنا. إلا الشوني غرز من اليوتيوب عفوا يمشي لفرنسا فأنا طيفة أنا غادي لفرنسا خيت شكرا وغنديكم علينا غير الخماس ما تيش الحاجة جاية لينا ياك ها صعبة فيما نمشي اللي حنا معاك المهم عندنا صوت الحاج ولد السراج سي هشام هشام رشيد سي رشيد ولد الحاج بوعبيد الله إلا مسكين طريطور في فرنسا قال لي عزيز غادي نديك غنشوف كي نديك قال لي ما تاش ديال التكرفيس وماشي ديال هاد التمارة نديك خدمة ولكن قلت له واش غنقول لك راني حب الجمهور وحب الناس وحب الناس القبيلة هو اللي خلاني راه العديد ديال الفرص كتجيني لحد الساعة قسما بالله العظيم إلى لحد الساعة العديد ديال الفرص اللي كتجيني في الخدمة باش نخرج برا ولكن هاد الصقعات ما قديت نفوتهم ما قديت نخليهم هاد الوليات اي لخطيتهم انا يلعبوا بهم قلب شقلب نعم صبر معنا تيكبروا ولادنا الله يكبرهم على طاقة الله الله يكبر لكم وليداتكم يفرحوا يعودوا لكم هاد التمارة وهاد العرق اللي كيهود معانا وهاد المسارية من دوار لدوار حنا راه ما كنروحوا السلامة وما كنضمنوا عمرنا حتى كنرجعوا لمحلاتنا حدا وليداتنا راه ما ساهلش باش تطوف وسط هاد الطيفة راه ما ساهلش هاد الطياب راه كاين اللي كيسحب هاد الطياب عا ساهل عناض وتحط لك فوق الطابلة ها اللي كتدوي قول الله يكون في العون ديال اي واحد المغاربه كاملين طباخات العالم كاملين راه ماشي ساهل العافيه فكوا الصهد فكوا الصداع فكوا المشاكل فكوا اي حاجه حنا كنعاودوا على الزينه كنوريكم على الزينه ما كنا نجي نوريكم الكوارث اللي كتوقع علينا في العراسات واللي كتوقع للناس وكروه عليك وطلعت للطوندونس وقلست فيه وما بقيت ساليش حنا كنقلبوا على الفضيحه المحتوى الهادف وتماره تحرقنا ولا تشوينا ولا تشوطنا والوصفات وكذا وكذا لا كنحمد ربي باقيين معنا هاد الناس ولفناكم ولفتونا متبعين معاكم مابقيناش قدينا نسخاو هما راه عاشين عتو عليا وما دار ليا نصاص ديال الفروج ياك الوطيفتي هاي نصاص الناس بكري داروا منه الكراده مو 25 والكراده مو 40 والضبلو منضمه والفقرون وباكم العبدي تا مشوار حوايج هادو قسما بالله العلي العظيم هاد الحوايج الى عدي قبل كورونا قبل ما اليوتيوب وقبل ما كل شيء جاب لنا معشوق الملابس كنت نبيع ونشري فيهم بكري كنشري ونحط نشري ونحط نشري ونحط ملي تقدام الحاجه ولا نعيا منها نخرج للخدمه اللي كتقول لي لبس لبس كوزينه واش انا غنخدم في كوري بلبس كوزينه ديال انا وليت يهودي ولا نصراني داكشي على مواليه واش هذاك اللبس هو اللي غادي يطيب هاد 160 طير ديال الدجاج ولا غيطيب عجل ولا غيطيب بقره ولا غيطيب دابا 100 ديال الدجاج وجوج كرتونات ديال السبع 20 كيلو غيطيب اللحم وغيطيب الحريره راه ماشي بالمظهر نقي حالتك هاد التريكو وراه قطن شارينا ب 7000 ريال الله شاهد عليا الا ب 7000 ريال ديال القطن ديال تركيا دافري هاني مخدم وخارج وي خدام شكون عرف قيمته هذاك شحال هذيك اللبسه غنشريها ديال الكوزينه كامله بشحال غنشريها ب 500 درهم وانا لابس اكثر منها غتعطيني مظهر مظهر ملي غنكون خدام في شي قنصليه سعوديه ولا قنصليه سويسريه مع الناس الكبار ما تديولنا حنا في المغرب عرجه في الاخ باك يكون صاحبي اولا تكون امك صاحبتي وحده من جوج يا اما باك صاحبي يا اما امك صاحبتي باش يلا نخدم حنا راه حتى السبيطار والطبيب ما كاين والو راه كنخسر من جيبي من صحتي من صحتي كنخسر والله يخلف على السي عبد الخالق اللي صيفط لي داك الشاكوش ديال الدواء الصاك زعما الشاكوش هو الصاك مرحبا بكم خوتنا المغاربه والف مرحبا بالجميع حياتنا حياه الرحل كتسمعوا الرحل حنا هما الرحل كنرحلوا من بلاصه لبلاصه وندخلوا البهجه والسرور على الناس كي الشمعه كنضوا على عباد الله وكنبقاو مضلمين على روسنا ولكن الحمد لله جزاء عند الله سبحانه وتعالى راه كتم جايانا كالصاعقه وكتفاوت علاش حيت كنديروا الخير كنديروا الخير هذا راه بحد ذاته خير واخا تعطونا اللي عطيتونا راه ماشي ولكن حنا مسامحينكم بضفارنا وشفارنا والله يجعل عرقنا عليكم كحليب ميمتكم بين سنيكم مسامحين الكبير والصغير اللي قالها زينه واللي ما قالهاش الا اي الا اللي وقفوني عامين ونص الا اللي وقفوني عامين ونص اجباري هذوك انا راني من وراهم انا وقدامهم تابعهم ما تبعت العرجه اللي غنم حياتي كامله نمشي عاد سيدي ربي ونبقى تابعهم قسما بالله الا غنبقى متابعهم على النهار يشوفوا النهار الابيض
ويشوفوا الصحة ويشوفوا السلامة ويشوفوا الهنا، راه يعرفوا الشرفاء الأدري صار ما بقاوش العز بالمتسبعين والباقي المتخايل الباقي خبولات. هنا بالنسبة للبصلة اللي كانت في الطنجرة أنا حيدتها درتها هنا، ها هي هي درتها على القنصة ها القشاوشة باش تشوفوا القشاوش هما هادو والبصلة ها هي. دابا غادي نخلطها شتي الطريقة ديال باكم العبدي علي ما بغاتش تحفظ الضغميرة ها صافي. دابا هنا الضغميرة نساوها خلوها تعطي العقيق قتلوا عليها البوطة ولا حطوها فوق الفاخر وخلوها كترغي واحد الوقت حطوها في الارض قبل ما تحطو كيطلع في هذاك الإدام وكتعطي الطوع وكتزيان. هنا كنطيبها تتحيد هاد الكشكوشه شاد الكشكوشه البيضاء خاصها تحيد. هنا ان شاء الله غدايا انا والدريات قالوا اش بغينا قلت لهم طيب لكم طاجين قال لك لا طيب لكم ريقه لا تاكلوا من الدجاج السفه واللحم لا اش بغيتوا قالت بغاو ملي شافوا هذه الشعريه ديال الجوهره راها غليظه قالت لك بغاوها بمطيشه قلت لهم هي اللي ما تعاود. شديت هنا مطيشه هانتوما ديال الحريره خديت منها انا طحنتها هنا خديت من هذا المعجون ديال المطيشه ها هو درتو شويه السمن ثومه قزور ومعدنوس كنجبير البزار الخرقوم بلدي واحد شويه ديال الحرور وزيت الزيتون بالطبيعه غنشحرهم مع بعضياتهم نخوي عليهم مطيشتهم كل ما ليهم يطيبوا ونخوي فوق منهم هاد الشعريه هذه راه طيبه. شديتها غسلتها في الكسكاس انتما بردتها شوف صافي غادي طيب هاد لاصوص ونخوي عليها وناكلوها بالصحه بلا دجاج بلا والو. اي حتى ديك الضامه ديال الدجاج ما درتهاش السمن حار والثومه والقزبر وشويه ديال البصله غنشلط فيها شويه البصله ويلا عندكم ورقه سيدنا موسى ضيفوها لها ما عندكم الحبق ضيفوه كلشي كيجي زوين تابعونا ان شاء الله. هنا كي كتشاهدوا هانتوما كنحرك في هاد لاصوص كنشرب على نار مهيله قاتل على والدي البوطه صافي غير باش طيب مطيشه انا بالنسبه لها راه طيبه غير داك القزبر والمعدنوس وشويه ديال الثومه مع ديك البصيله يتشحروا صافي ورمي عليهم ما عنديش عاشقه صغيره عندي ديك الكبارات ديال العود شي وحده تقول لي ماك حركتي بالعاشق انا حركت بها هذه وتحركي بالعود ولا حركي بلاستيك ولا بالتيبيروار ولا بالعاج ولا بالقرن ديال باش المهم باش عندنا سوق انا عباكم العبدي راجل شارف ما يدوش عليا الناس ما شارش دواء فانزور عندي 30 هبط لي 20 كان 50 صافي انتوما نخليه يتشحر واحد شويه نعطيه واحد شويه المرق الكافي لان ديجا الشعريه طيبه يعني نقولوا حنا مسلوقه فايره ومخوي في المطيب وانا هزيت القياس منه وصفيتها وانتم اللي بغيتوا ديروا الاخرى عاديه ديما التمريقه وخلوها طيب. هنا بالنسبه للسفه من يعني من الطنجره للكسكاس ومن الكسكاس غادي نحطوها في التبصيل كيف ما كتشاهد صافي ان شاء الله. هنا بالنسبه للشرموله ديالتي ها هي هي كيف ما كتشاهدوا عقادس صافي طابت ان شاء الله. هنا باش غادي نحط عليها هاد السفه بسم الله السفه تاعنا الشعريه غادي نحط الشعريه هنا هانتوما بسم الله ولطيفه انا طيبت لكم الشعريه تاعو الفنان بقاو عاد تلغطوا عليا دارنا الجوع قلنا لكم الخضره لا اللحم لا الدجاج لا السفه لا واش بغيتي والشعريه دويده كنا نقولوا بكري الدويده السلام ورحمه الله امين لله. ها انتم صافي هذه طيبه واجده بحال لاصوص ديال سباغيتي او الفداوج دوك مجعبه ولا شي حاجه نفسها غليظه باش قلت لكم هذه راه ديات هنا كيف ما كتشاهدوا ها هي صافي شربت وكحتها هنا نطلقها في طبق التقديم لطيفه فنان ها الشعريه
ما بقاش عليا. مرحبا بكم. بارك الله. شوفوا ها هي يا والشعريه، انا غناكل عبيدي. ها هاتهم. بسم الله. كل لطيف. هي تتكلم العواش قال لك حنا غن حنا ناس انا بلديين غنديروا بحال مولين بكري. بسم الله. انا كنلقمها. ولي 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 هاري وريهم وريهم للقيمه قرب ايدك. راه علاش حنا باقيين ملاقين تلضو؟ هي توريه. شوف. لا لا توريه. شوفي شوفي شفت القيمه ومزينها. فكرتني عملت قيمتك انا توريه. الله العظيم. ها باكم العبدي كيعطيكم الافكار لا بقاتكم السفه غسلوها في الكسكاس دخلوها المطيشه السفه راه كتضرب للراس. مرحبا بكم. المهم خالقين السعاده انا وعيالاتي وعاش الملك الشعب المغربي من طنجه للقرقرات ومن صويره للورزازات هما راه سيغسلوا الرجاله وانا سيناكل نعقل على راسي بعدا عاد يبانوا لي الرجاله. الصباح هما مجمعين هنا ان شاء الله. دابا باش غادي نجمعوا الحريره كيف ما كتشاهدوا درنا فيها هيايا خلينا من الحب درنا عظيمه ديك النهار نسيناه البصله والقزبر مع الدوس كرافس مطيش الحك مطيشه عاديه سميتو الحمص والعدس ان شاء الله. الحريره مغربيه راه عندي في القناه العديد منها صافي هادشي اللي كاين وغادي نردوها فوق الفخر الطيب. هنا طيبنا السفه الثانيه ديال العشيه خلينا من السفه ديال باش ندور الحريره خلينا من الشعريه هذه غندور بها الحريره ودرنا منها مطيشه الشعريه بمطيشه انا والدريات صافي هادشي اللي كاين. لطيفه راه سيره كيف ما كتشاهدوا وباكم عزيز العبدية كويس ديال البن وخبيز ديال خبيز ديال الدار ما شويه القهوه كتشربها لطيفه تبارك الله على مولاي احمد. اهلا وعدي وسعدي باكم العبدي مشيت حليت البسبوس من العوين العيل قطع التيوق عشان المسامره تقف فيه. الله الله عليك الطيطيش الله الله عليك الطيطيش الله تعذبت. هاتوما النافوره اشوفوا الدراري اش دايرين. الفيفيره شرقوا نسدوا على وعدنا لطيفه راه شاد التيوق هي تسر العيل. هنا ان شاء الله بعد ما خرجوا الرجال نلقى اسماء من مدينه اسفي تحيه ليها والقاعه ديال عز الدين من مدينه جمعة تحيم حتى هو تحيه ليه كيف ما كتشاهدوا. والله يثبت الغرس لموالي العرس ويجعل كل شيء مبارك مسعود. دابا القعده حاضره ديال الحنه ان شاء الله بالورد والريحان ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع باش العرس دابا دفوع ان شاء الله باش غادي يجي. هنا ان شاء الله العشيه تعشات ودعاوي الخير تقلب في انتباس الاولاد البنات تحيه لموالي العرس وموالي العرس وموالي العرس كبار وصغار وكويسات البلار باكم العبدي اي طفاليه التليفون ما كملش معاكم التدويره ديال الحريره حركنا عاب الفنان 14 تبصيل العيالات باش غادي نحطهم ان شاء الله في ضيافر والله يعاونكم الدراري والله ييسر لكم. سلام على رسول الله الى الجاهل جسدنا محمد الله مع الجاهل علي الحجوب عليك زين العرسان تبارك الله عليك مولاي العاشقين في النبي تصليو عليه وتربح يا من صلى على رسول الله. هي لا صايمه لطيفه كتصومها بالليل ملي نفطر انايا هي تصوم. الله يعزكم اولدي الله يسهل عليكم الله يرضي عليكم. هنا الشكل النهائي ديال السفه ديالتنا كيف ما كتشاهدوا صافي ناضينا كلشي كلشي سخون كلشي ناضي 14 طابله قالوا 15 رويال هي 16 ما بقاتش 14 كلشي زين تبارك الله عليكم. لطيفه اش بقى درك بقات على الهراوه صح الماكله العرس كمل هاك وليديك لا 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 شنو دابا نين ها هذا في بلاتي سير هاك هاي لطيفه رد معايا الولها انت اش كديري لطيفه مسا مزوق دي اش كتزوقي كديري الشعير لا اه بركوك شادو كاوكاو هذا ولا كاوكاو على كاوكاو كيدير في السفه انا ماشي دار هاك وليديك وكاوكاو كنديروها في السفوف
وصافي نعطي لك عنا كلوه كاك هذوك الساعه نمزوقوا به الناس وين كاينين الناس زعما برانيين ايوا سيد برانيين وما كيما دير لينا التزواق من نكونوا عبيد وحيداتنا احنا طالعين لنا شي راسنا ابي نشوفك باش تغديتي اليوم الشعر اليوم ما عطيشه قال دخل عندنا واحد الدري دخل عندنا واحد الدري بنهار رجاله او قال لنا نتوما الصف احنا عندنا بيضه نتوما عندكم حمراء تبان لي حمراء تلج بحال بالعمال بحال عصرت بوكم العبدي احنا قلت لك هزيتها غسلتها درتها درت لها لاصوص وخشيتها باكم العبدي دي باناج انا من مالين بكري اللي واكلين يرني اللي ما يعرفش يرني يدخل يكتب لي كومونتير نوريها ليه بكري بعد كانت النيه وكانه موجود الله والجفاف ضرب واحد الوقت في القبائل في المغرب كامل والناس كانت كتحفر جدر ديال يرني وتشدوا تفرشخوا تغسلوا تفرشخوا تكرموا وطحنوا في الرحوت واه ديروا حسوه وديروا خبز يعجنوه بالخميره البلديه بكري عام طاعون وعام القيس وعام الجدري وعام هاي ما كاين اوليدي الامراض ديال الضرب حق سيدي ربي هذاك الفانيد اللي كنشربوا من الفرماسيان هو اللي مرضني انا بعدا العز بكم تلقاو في القهوه هنا بالنسبه للحم ها هويا حطينا لهم كيف ما كتشاهدوا بعد ما حطينا لهم الدجاج